بتشوف مين من المدفعجية النهاردة في الجيل اللي بيلعب دلوقتي يعني في من كابتن ابو الذهب ولا ما عندناش مدفعجية خلاص؟ حاليا مفيش. انا بكلمك بامانه يعني ممكن، لكن كنت بشوف يعني في لعيبه كتير لكن مش بالقوه بتاعت محمود ابو الذهب او سمير كمونه او حمزه الجمل في الاسماعيلي. أيوه. لكن في محمد عبد الوهاب الله يرحمه، الله يرحمه طبعا محمد ابو الذهب، لكن مش بالقوه بتاعتنا. لكن الوقت بيحاولوا ان هم يعني اللي هو بيركن الكوره او بيعملها من فوق. الموضوع ايه يا كابتن، عضلات ولا تكنيك ولا الاثنين مع بعض ولا هي فطره؟ لا هي موهبه من عند ربنا، فطره يعني. بيبقى زي ما النهارده مثلا بنشوف الكابتن وليد صلاح الدين عنده موهبه الترئيس. أيوه. او ان هو راجل حريف. لعبت مع كابتن وليد؟ طبعا. أيوه. يعني عايز اقول لك لعبت مع كابتن رضا؟ طبعا يعني. كابتن رضا والكابتن وليد يعني عارف انت كابتن وليد احنا لما كنا لما كان بينزل بنبقى عارفين ان احنا هنكسب، بنبقى واثقين لان وليد من نوعيه عنده ذكاء كبير جدا. أيوه. بيعرف عنده حلول كبيره جدا. كان خلص لنا ماتشات او خلص مش عايز اقول ماتشات، خلص لنا بطولات. يعني في ماتش المنصوره في نهائي الكاس مغلوبين 1-0 نزل 3-1. أيوه. وماتش الرجاء البيضاوي برده نزل 3-1 القاهره برده، يمكن ليه جون عالمي في على فكره. وبعدين كان عنده ذكاء جدا الكابتن وليد. يمكن المدربين كلها كانت بتيجي تقعد معاه، وليد انت هتنزل اخر نص ساعه عشان تخلص لنا الماتشات. فهو كان مقتنع احنا كنا بندور عليه عشان نحط له الكوره، هو وكابتن رضا بقى نحط له الكوره في رجله. فدي يمكن من اللعيبه فعلا. عندنا لعيبه كمان كان عندها موهبه كبيره زي الكابتن حسام حسن، بيعرف يجيب جول. يعني كل واحد ليه دور يا استاذ احمد في الكوره. رضا بعال بصير كويس، يقدر عنده رؤيه في الملعب كله. حسام حسن بيعرف يجيب جول، محمود ابو الدهب وسمير كمونه بيعرف يشوط، ياسر ران سريع بيقدر يسحب لك الفرق لقدام. كل واحد بيبقى له حاجه. الثانيه كان عندنا رومان ميزان زي واحد زي هادي خشبه. أيوه. يعني ما شاء الله في 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 في, في السرد يعني فيندر حاجه بسم الله ما شاء الله. أيوه. اكبر حاجه محترمه. أيوه. يعني انا عايز بس كمان ابارك لك على الهوا انت. احنا طبعا احمد ابو الذهب، لا مصطفى، مصطفى ابني. مصطفى انت مسمي يعني مصطفى على اسم اخوك الكبير. اوكي. يعني عايز اقول لك ان مصطفى الكبير نجح و 97 ما شاء الله. يعني عايز اقول لك على حاجه، مصطفى ابو الذهب الكبير اخويا يمكن. أيوه. الاب الروحي بتاعي طبعا. وانا انا من خلال حضرتك انا بشكره انا علنا فيه ده لانه كان بيفكر لي. الحاجه الثانيه مصطفى ابني يمكن انا سعيد جدا ببارك له على الهواء. وانا صراحه يعني في قمه سعادتي ان هو ما بيلعبش كوره يا كابتن محمود. لا بيلعب. بيلعب فين؟ هو بيلعب، بس هو كان بيلعب في نادي عندنا في حلوان. ابتدى قال لي انا عاوز الثانويه العامه يا بابا بس السنه دي. ومن بدايه اللي انت عارف ان الثانويه العامه سنه محوريه. في كابتن محمود ابو الذهب رجله، رجله برضه تقيله. رجله تقيله وعلى فكره هو مدافع كويس، بس هو عايز يعني يكسر القاعده، عاوز يلعب فيرود. فقلت له العب. هو مواليد 2002. أيوه. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمه وجاب نتيجه عاليه امبارح في الثانويه العامه 97%. يمكن انا ما كنتش مصدق يعني. انا بقول له انت ما بتذاكرش، طلع هو بيذاكر الحمد لله. يعني ألف مبروك مرة تانية على نجاحه، وربنا يفرحك بيه يا رب. آمين يا رب، يا رب دايما.